منذ أيام مدرسة مالك منبي في بلدية وادي تليلات في وسط مدينة وهران. أمور غريبة تحدث بأقسامها، يرجح أن تكون من الجن حيث فشل العديد من الرقاة الذين تم الاستنجاد بهم، فيما يعيش الأولياء والتلاميذ حالة من الرعب نتيجة سماع أصوات ومشاهد ومشاهدة تقول تحركات غريبة داخل المؤسسة التربوية التي تحدث نهارا وأمام مسمع ومرأى المتواجدين داخل هذه الحجرات. التفاصيل في ميكروفون كريمة سواك. جبناهم هنا حطيناهم هنا قلنا لهم اشقاش تروحوا بلاصة غير هنا، هنا غير في الصغار غير في وسطهم سمعوها، قلنا بالك لا، اديناهم لمدرسة أخرى غير دخلنا الباب تبلع حتى سمعناه يغني معاهم، يغني ويغني، غادي نقول لك دراو كي غادي نقول لك ديريك. قدامهم قدام الفاكون قدامهم كلاس كوليش واحد آخر، قال لك ولحقتهم لا قبالهم هما ياك ما ديناهاش، بصح هاد كان جو ولا لا ما نقولكش. انا ولدي قال سنة تاني يخرج لي من الباب مهبول. من خطوش في فيري الاصوات كان الاصوات كان في قسم واحد، من بعد حنا تنقلنا درنا الاجراءات اتصلنا قابل السلطات، الاصوات ولات كيما شغل عدوى تنقلت من القسم للقسم. كون نقعدو نسمعو هاكا الجن في القسم تاعنا، هاكا نقعدو نسكن نسمعو فيه. يقول هاكا نشكلنا ان هاكا يقدر يردخ في الباب وبغى بغى يحله. كيدير الصوت كيدير الصوت يدير يحل الخزانه ويعاود يبلعها ويحل التيوب ويقعد يدير في الاصوات يضرب في الطوابل يعاود.